بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنبدأ مع بعض يا جماعة إن شاء الله نعمل التاسك بتاعنا اللي احنا قلنا عليه ونظبط الدنيا عشان نطلع بالفكرة الصحيحة اللي تنفذ لنا اللي في بالنا بإذن الله. أول حاجة يا جماعة نبص على التاسك بتاعنا طالب مننا إيه. التاسك بتاعنا طالب مننا نستخدم الـ WP Query، طالب إن احنا نجيب 5 article، طالب إن احنا نجيب الكاتيجوري ID، طالب إن احنا نجيب نفس الارتكل من السيم كاتيجوري اللي احنا فيه، وطالب ان انا استثني المقال اللي انا فيه وبعدين ارتبهم ترتيب عشوائي. نبدأ اول حاجة نجيب شوية بيانات هتفيدنا في الموضوع. زي ايه البيانات دي؟ زي مثلا جبت بوست اي دي، عايز اجيب البوست اي دي، البوست اللي انا فيها عشان هعتمد عليه ان انا اعمل شغل كتير قوي. عندنا حاجتين تجيب بيهم البوست اي دي، عندي ان انا اعمل جلوبال للبوست، خلي البوست ده جلوبال واقدر عن طريقه اطبع البوست دي في اي مكان في الصفحة، عن طريق ان انا اقول له ايكو بوست اي دي بالشكل ده هيطبع لي الاي دي بتاع البوست بتاعتي. خلينا احط لك بي ار بعديها. وعندي فانكشن بعديها تاني ظريفة جدا عشان اطبعهم لك مرتين عشان تتأكد، اسمها هنا جيت كويريد اوبجكت اي دي. الجيت كويري اوبجكت اي دي بيطلع لك الاي دي بتاع البوست اللي انت فيها دلوقتي، كاتب لك ريتريف اي دي اوف ذا كرنت كويريد اوبجكت، بيعتبر طبعا ان البوست اللي انت فيها دي اوبجكت وبيجيب لك الاي دي بتاع الكرنت اوبجكت ده. طيب تعالوا نحطها هي كمان هنا عشان نشوف الاثنين هيشتغلوا معانا ولا لا. واروح ارفع ملف السنجل واروح اتفرج هنا 305 305، الحمد لله طبع لي البوست اي دي، وكده انا بقيت عندي البوست اي دي واقدر اعمل بيه اللي انا عايزه، مفيش ايكو بقى خلاص، انا محتاجه بس يكون هنا عشان نستخدمه بعدين. ادي بوست اي دي بيجي بالفانكشن دي. طيب بعد كده محتاج الكاتيجوريز اي دي، الاي دي بتاع الكاتيجوريات اللي انا مشترك فيها. ممكن البوست ده يكون في اكتر من كاتيجوري في اللينوكس والويندوز والماك مثلا، وانا محتاج لستة الكاتيجوريز اي دي دي كلها عن طريق الاي دي بتاع البوست. عندك هنا فانكشن اسمها WP get post categories، بيقول لك retrieve the list of categories for a post، عندي بوست معينه بيجيب لي جميع الكاتيجوريز اللي هي موجوده فيها عن طريق مين؟ عن طريق البوست اي دي. جميل قوي. يبقى انا لو جيت اقول له هنا ايكو، مفيش ايكو بقى، هو بيرجع ايه هنا؟ بص معايا كده، هو بيرجع array، هنا بيرجع لك array مصفوفه، فمفيش ايكو، لازم اروح اطبعها بنفسي print r واحط له الفانكشن بتاعتي اهي. طالب مني هو مين يا جماعه؟ طالب مني جوه هنا احط البوست اي دي عشان يجيب لي الليسته بتاعه الكاتيجوريز. احط له الليست، احط له البوست اي دي اهو، واروح اشوف الاري اللي هو يطلعها لي فيها ايه. ادي الريلود كتب لي اري فيها رقم 4، قسم اللينوكس ده لو ما طلعش الاي دي بتاعه رقم 4 يبقى في حاجه غلط. ادي هنا البوست كاتيجوريز، نشوف قسم اللينوكس، ادي قسم اللينوكس اهو، هنبص فوق على تاج اي دي 4 بيساوي 4. الحمد لله كده شغلنا سليم وزي الفل، وجبنا الكاتيجوريز اي دي وكله تمام ومش محتاجين اي حاجه تاني كده خلاص. نبدا بقى التحدي بتاعنا، هناخد نفس الكود كاملا الموجود في صفحه الاوثر كاملا اللي بيعمل الاستعلام اللي بيجيب الست ارتكلز كامل زي ما هو، ونروح نحطه في صفحة السنجل هنا ونشوف محتاجين منه ايه ومش محتاج مش محتاجين منه ايه. ال H3 ده مبدئيا كله مش محتاجينه. فين ال H3 ده يا جماعة؟ حد فاكر ال H3 ده؟ اللي هو ده مش محتاجين منه اي حاجة، هنعمل بوكس براحتنا بتصميم خاص بينا بعيد عن الكلام ده كله. قفلة ال PHP وفتحتها مش محتاجينها خلاص، الكود كله ماشي ورا بعضه لحد هنا كله تمام وزي الفل ومفيش مشكلة. الارجيومنت دي كلها مش محتاجينها، هنحط ارجيومنت جديدة تماما، والبوست سبير بيج ده كفاريبل مش محتاجينه خالص، ولحد هنا البرنت ار ده مش عايزينه خلاص. احنا عرفنا ازاي هنجيب الاي ديات اللي هي دي، هكتب هنا كاتيجوريز اي ديز تجيبها بالطريقة دي بترجع لك اري، عشان هقول لكم ليه تركز في كلمة بترجع لك اري دي، عشان ممكن تقف معاك مشكلة في المستقبل. postes argument هسميها random postes argument، وهنا author postes سميها random posts.
الـ author posts argument ما تنساش تمررها جوه الكويري هنا بدل القديمة اهي. بعد كده الـ random posts دي طبعا هتروح تغيرها في كل مكان، في الـ if condition وفي الـ while loop وبعدين في اللوب من جوه، وبعد كده مش هتلاقي اي حاجة تاني انت محتاجها خالص. طيب انت محتاج في المقال الـ post thumbnail؟ لا انا مش محتاج الـ post thumbnail، ومش محتاج الـ row خالص، ومش محتاج الكول اس ام والكلام ده كله. ليه بقى؟ حد عارف ليه يا جماعة؟ عشان انا احط المقالات تحت بعضها وشكرا، مش عايز منها اي حاجة تاني. يعني الاوثر بوستس ده هيكون كل الحاجات دي كلها تحت بعض في بوكس واحد، وحتى ده كمان هغيره. طيب الاتش 3 هيكون جواه اللينك، واللينك عبارة عن كليكابل إليمنت هدوس عليه يوديني عليه. مظبوط ماشي مفيش مشكلة. هل انت محتاج الديت؟ محتاج عدد التعليقات؟ محتاج ده كله؟ لا انا محتاج التايتل فقط، مش محتاج الاكسيربت، المقتطفات مش عايزها. البوست كومنتس عدد الكومنتات والكلام ده كله مش محتاجه. الديت مش محتاج اي حاجة منه خالص، انا محتاجك تطلع لي ال H3 دي بس تحت بعضها، خمسة ستة كده تحت بعض. تعال نحط كده HR ظريف لحد ما نيجي ان شاء الله بعدين نفلتر الدنيا دي كلها ونظبط التصميم. هو ده المطلوب اثباته، مش عايز اي حاجة تاني خالص. طلعت جميع المقالات عبارة عن تايتل بس، تايتل وتحته تايتل وتحته تايتل وبس، تدوس عليهم يوديك هناك. وهنحط بقى بره اللوب في الاخر خالص لما نخلص هنحط H3 كده و H4 يقول لنا ان ده مواضيع شبيهة او مواضيع عشوائية من نفس القسم، وبرضو هنظبط التنسيق زي ما قلنا، بس المهم نطلع الاوتبوت. لحد دلوقتي يا جماعة كله تمام، ومش مطلوب منك غير ان انت تعمل الكلام ده كله وتكمل التحدي. نمشي عليهم واحدة واحدة. using WP query خلاص خلصنا. get 5 articles ادي اول حاجة في الارجيومنت مطلوبة مننا. posts per page عدد البوستس per page بتساوي كام؟ انت كاتب له اهو 5. تعالوا نشوف posts per page دي جبتها منين انا. ادي posts per page بيطلب منك رقم number of posts to show per page، رقم عشان اقول له انا عايز كام بوست في الصفحة دي. عايز انا دلوقتي 5، لو كتبت سالب 1 هيجيب لك كل البوستس، ده طبعا غلط، هتروح تجيب 1000 بوست مثلا لو عندك في الصفحه ما ينفعش طبعا. فانا قلت له عايز 5. الحمد لله دي كانت اول واحده، ودي سهله جدا وتعاملنا بيها كتير وما فيهاش اي مشكله خالص. نيجي على اللي بعدها برده سهله، عشان لما ندخل في الدرس الجاي باذن الله نكون خلصنا الحاجات البسيطه كلها. اوردر باي رانت، الترتيب. ترتيب يا جماعه المقالات هتترتب ازاي؟ شوف كاتب لك order and order by الباراميترز. order by يعني انا هرتبهم عن طريق ايه؟ راند، راندوم، هو ده اللي انا عايزه، عايز ارتبهم عن طريق الراندوم، يكونوا عشوائيين، كل شويه يجيب لي 5 6 مختلفين عن بعض، مش عايزهم كلهم دايما نفس الحاجه كده في وشي. طبعا ده زي ما قلت لك راجع لفكرتك، ممكن تكون فكرتك ما تنفعش فيها الراندوم وتكون انت عايز 5 مقالات في اخر اللي هم اخر 5 مقالات نزلوا في القسم، ساعتها ما تستعملش الراندوم ده خالص. طيب جبنا البوست سبير بيج وجبنا الراندوم، فاضل لنا كده ايه؟ تعالوا نبص مع بعض. الراندوم خلص، الدبليو بي كويري خلص، كله تمام، جبت 5 ارتكلز، فاضل لي ايه؟ فاضل لي اجيب الكاتيجوري اي دي جبته فوق خلاص والحمد لله، فاضل لي اجيب مواضيع من نفس القسم واستثني المقال اللي انا جواه دلوقتي. مش عايزين يا جماعة نطول وقت الدرس، يا رب يكون الدرس بسيط وسهل وعجبكم، ونكمل مع بعض الدرس الجاي عشان نشوف الفكرة هتتم ازاي. والسلام عليكم.